بدنا نحكي شغله بس على موضوع الاضافات، انه يعني دائما انا ما بس كون جامد والله بس ضفت عناصر للمطبخ، يعني نضيف شقف زريعه على اليمين، دخل خضار، دخل هيك شغلات نوعا ما يعني تعطيني حركه، لمبه بالحيط، يعني هالعناصر هاي. هلا نحن لما بدنا نيجي ندخل بلوكي طبعا في عنا عناصر عبارة عن زريعة داخلية مثلا، ماشي. فراخد مثلا انا 002 او 01، هي 41. اهم شغلة لما بدي ادخل انه طلع يا ترى ملف هذا صغير ولا كبير، يعني اذا بلوكي بدي اكررها كتير مثلا 022 ميجا بينما 01 شقد 7 ميجا، ممكن توصل حجم شجرة ل 20 ميجا. فبدي انتبه انا لما ادخل الملف يا ترى شو وضعه. التدخيل كتير بسيط، كبس مع السحاب وزتيناها على المشهد، بنقول له شو ميرج، فبتيجي عنا جاهزة. مثل ما شايفين بتكون عبارة عن مجموعات، هون عنا 11 اوبجكت، فمباشرة عم نعملها جروب ومسميها مثلا بلانت. فصارت عندي جاهزة، هلا رح تترندر سودي، تطلع برندر. بس يعني اجمالا مثل ما قلت لكم لانه مكسيه في ري، هلا هي رح تطلع معنا عادي، اما بتكون تشتغل بالفي ري اما بدنا نرندرها شو اسمه نكسيه اجزاء عادي. في قسم من المكتبات كان يجوا مكسيات ماكس، بس يعني بيعزبها شوي. الملاحظه اللي بدنا نحكيها هون انه في عنا اسلوبين نحن للتعامل مع الفرش، يعني هلا مثلا لما بدنا نيجي نكمل الاضاءه انا ما بجي بكسي كل شيء وبزط شجر وبزط عناصر وبجي بجرب الاضاءه بعدها، عرفتوا شو الفكره؟ رح يصير معينة المشهد كثير شو ثقيله، وبالذات الاضاءه لانه بدنا نجرب كثير. فهون بدنا نعتمد نحن على حالتين، اول شيء في عنا سلكشن سيت اللي هي موجوده فوق، حكينا عنها من قبل، اليوم رح نحكي عنها باسلوب ثاني. فمثلا اذا انا موزع مجموعه بلوكات بالمشهد، هدول بعد ما اخذهم بجمعهم كلهم بقول له هدول شو مسميهم مثلا بلانتس او عناصر اخراج او اي شيء، تمام. هلا وصلت انا لمرحله انه بدي اجي اخرج، بدي اجي ضوي ادرس الاضاءه، بختار البلانتس وبقول له شو هايت سلكشن او عناصر الفرش. فهذا اسلوب. هلا هون لما بدي اجي ضوي انا بصير مرتاح بالاضاءه، خصوصا لما تاخذ وقت بجرب كثير بعاين الظل، يعني ما بخفف الرندر. ايه طبعا، ايه ما بيطلع. هلا انت بجوز عم تحكي عن شيء ثاني، في عنا شيء ثاني بزر اليمين كمان باوبجكت بروبرتيز، شيء اسمه ديسبلاي از بوكس، انه خلي لي هذا العنصر ظاهر عندي هون شو عباره عن بوكسات. هاي مستعمله بالخارج اذا مكترين شجر، فالمشهد هون موجود عندي بس عم طالع لي اياه كشو كبوكسات مشان يخفف على كرت الشاشه، يعني هون بالحركه ما راح يطلع معي يضايقني بالحركه بس بالرندر راح يطلع. هاي حاله ثانيه غير السلكشن سيت اللي عم نحكي عنها. نرجع اوبجكت بروبرتيز ديسبلاي از بوكس، فهي حاله. في عنا اسلوب ثاني كمان بتعامل مع الطبقات اللايرز اللي هن هون، كمان ممكن انا اعمل هون لاير جديده وبقول له بسميها مثلا رندر اليمنتس او شيء او عناصر اخراج، وبقول له هون اد سيلكتد اوبجكتس تو هايلايتد لاير، يعني كل شيء انا مختاره فعل لي اياه، حط لي اياه على شو على هاي الطبقه. لما بدي اجي اعمل بقول له هايد، كبس هاي انخفوا كل المجسمات، فلا صرت اقدر اشتغل باريحيه. ما بدي ارجع اطالعهم كبسه وحده، رجعت العناصر كلها. هاي من الشغلات المهمه كمان هي التعامل مع الطبقات، يعني الواحد حسب هو شو مشتغل، احيانا سلكشن ست لا هو اسرع، احيانا لا مجرد اختيار يعني مجرد تفعيل طبقات بتساعدنا بالشغل. فهي حالي. هلا في عنا كمان موضوع تاني اللي هو وخليه بعدين، معلش نخليه بالخارجة بيطرح معنا اكثر، موضوع السين ستيت. هلا هيك المشهد تقريبا صار جاهز معي هلا للاضاءة. اذا بدنا نحكي على هيك مشهد، اول شيء كاضاءة نهارية شو الخطوات اللي بدنا نتبعها؟ اول شيء عنا اضاءة الشمس الخارجية بندرسها بنحطها نفس الاساليب اللي اشتغلناها على التوب، عبارة عن تارجت دايركت مثل ما حكينا من هون، نفس الخطوات على الضبط ما رح تطلع براتها. موديفاي شادو ماب اون، ممكن اقول له ريتريس شادو اريا شادو حسب الوقت. انتنسيتي كولر بنظبط لون دايركشنال بارامترز اوفر شوت وبخليه يحتوي كل المشهد. طبعا هون اهم شيء شو بدنا نفعل بالشادو بالاريا شادو بارامترز تو سايد شادو، تمام، مشان لما يخترق ما يخترق الحيط كله، تدخل يدخل الضوء على الغرفه كلها.
هي حالي. طبعا بدنا نفحص نحن الإضاءة والأمور هاي. بقيان شو أعمل كمان هون؟ ما هيك للبلور جلاس على اليمين. أوكي شايفين تسمية شد بتفيد؟ ما بخليها أوبجكت واحد واثنين وثلاثة. الشغلة تاني بنثبت اللقطة اللي بدنا إياها. فنحن عنا مثلا مشهد هيك رح أقول له كنترول سي ثبتت كاميرا. طبعا حلو هون انه تكون لقطة عرضية فرح اخذ هون على الاف 10 وقول له هون شيفت اف ارجيني النسبة اللي بدها تطلع معي ورح صغر حتى تطلع معي اللقطة مثلا بهالشكل هذا. بنرجع على الكاميرا رح شوه هون اكثر هي الاف باللينز او الاف او في بحيث انه يطلع معي المشهد كله. اختيار اللقطة ما اختار لقطة هيك ينقطش معي نص بابي مثلا والدرج معنا واضح، خلي قدر الامكان اغلب المشهد يطلع عندي واضح. طبعا اذا عم ينط نط الكاميرا نلغي الانجل سناب لانه يكون مزعج بالتحديد. تمام؟ فبنختار لقطة هيك، وما بختار لقطة معنا واقعية والله هيك مثلا اخذها من السقف، لا قدر الامكان بخليها مايلة لشيء واقعي. عين ناظر او مايلي لتحت شوي على الحروف دائما حامل عن هاي تقول حذفت الشجرة كلها فالحروف دائما بأخرج فيها عبارة عن شجرة او شيء بحيث انه تحدد لي المشهد على اليمين وعلى اليسار. الالوان بنختار الوان قوية. انا اذا عندي مثلا هون كل الوان هادي بحيث بالبلوكات بدخلها بحيث انه تعكس لي الالوان هاي. يعني احد هون كله بني مثلا وبيج وهيك شيء بدخل لون اخضر بالبلوكات عبارة عن شجرة شيء قوي بحيث انه المشهد شو يطلع معي ما كله درجة وحدة بالالوان يكون معي كامل. الارضية هون هلا طالع معنا بسيطة بس هي بما انه فيها تقطيعات رح تعطينا شيء معين. بس فرضا كنت كاسي مثلا جرانيت وكله سحبة وحدة ما بخليها فاضي كمان بنحط عليها فرش او شيء معين بحيث انه تعطينا حركة بالارض. فكنا عم نحكي عن الاضاءة. هي الإضاءة حطينا تارجت دايركت طبعا نفس الخطوات بنفحصه بالرندر ونشوف يا ترى شدته تمام عم دخل إضاءة تمام اللون حسب الشيء اللي نحن بدنا اياه. فهلا هيك طبعا أهم شيء شوف زاويته بالنسبة للتارجت دايركت يا ترى مأظهر لي اياهم ولا لا. أنا زي مثلا ما مبين من الإضاءة تفاصيل كتير فممكن انا ارفعه اكتر او انزله بحيث انه يضرب على الارض او ممكن اغير جهته كمان يعني بتظهر معي بشكل اكتر. الشيء الثاني بنوزع امنيات مثل ما حكينا شدة بسيطة مع ظلال. اوكي هي عبارة عن امني انستانس طبعا بدنا نعالجها. رح اقول له هون كنترول ال بالمشهد ايش ما معي للاضاءة كنترول ال المفروض ينقل بين الاضاءة العادية والاضاءة كنترول ال كأنه بس بالريلاستيك عم يعينها. طيب فمن هون ببين معي انا الشدة يا ترى يعني وصلت لقيمة معقولة ولا لا. هون ينفعل اخذ اخر خيارات اللي هي الاريا شدو طبعا نعطيه شدو ماب اون انتنسيتي كولر رح اخففها كتير هي 0.1. طبعا بالاضاءة الليلية ممكن انا ما اوزع هالقيمة هاي كاضاءة ليلية قدر الامكان شو بنعمل نخففهم بخفف عددهم بحيث انه هاي الاضواء هي اللي تعطينا شو مثل ما قلنا الاضواء اللي موزعة انا سبوتات وهيك هي تكون تأثير الاضاءة الاساسية لإلهم. الشادو بارامترز او الشادو ماب بارامترز نزيد السامبل رينج 8 كان فعلته سادت شادو هون. هلا نشوف نعطيه رندر كونتينيو. المفروض بنهاية الشغل اللي انتو شايفينه هون توصلوا لنتيجة مثل الخطوات كنتم شوفيها هي هاي من فوق على السقف
هلا هي لانه قويه كثير. ايه بس لانه قويه كثير. هلا اذا خففنا الامنيات هون لايتس هي الامني ممكن ننزلها ل 0.04 مثلا هي بتساعدنا. موضوع الالاستيك هون كثير بالاضاءه. ممكن على فكره اللون نفسه اذا غمقناه كمان بخفف شوي من الاضاءه. بس تريكم مشروع اللي اشتغلناه شوف النتيجه هون. عم نحكي كاضاءه نحن يعني ما اكثر. من الظلال هاي تطلع معي تمام تفاصيل هاي والجو العام يعني. طبعا هو بده يتحدد حسب الوقت اللي نحن مختارينه. شوف تخمه النويز هون ضايف نويز ماني ضايف هاي ف يعني نوعا ما بتعطي حركه حلوه بالجدران ما انه عطاني سحبه وحده. طبعا بده شغل بالاكساء لسه كثير والموضوع الاضاءه. الفكره يعني بدي اقولها انه نحن عندنا موضوع الوقت مهم يعني. هيك مشروع يعني انا بزمانات المشروع الماضي مثلا اخذته كملته إيه ممكن يعني لحاله فتره توزيع البلوكات والاكساء يعني اخذت شي 5 ساعات شغل 5 ساعات لـ 6 ساعات. فهيك هيك ارقام بدها تاخذ معك في المشاريع. ويعني مثل شغل العماره كله الواحد لو قضى طول عمره فيه ما بيخلص يعني. بيبقى انه لو كنت عامل هاي ولو كنت ضايف هاي. فهي كمان من الشغلات المزعجه يعني. هلا في صوره نحن في صوره نحن رندرينها بس فيري هي بالواقع كنت حابب اعرضها. نشوف يعني انه هيك شغل موديلينج شو ممكن يطلع منه بالنهاية. هذا مطبخ اشتغلناه الدورة الماضية اشتغلناه موديلينج كامل اللي هو هون. هلا باللقطة ما مبين منه شيء. متسجل موديلينج ان شاء الله بدي انزله قريبا يعني. بس يعني هيك شغل انتم مشتغلين موديلينج بالمستقبل بس اندرس بيري مع اكساء مع اضاءة كاملة ممكن توصلوا منه لهيك نتيجة. هاي نفس الاسلوب تماما. اي بس يعني مثل ما قلت لكم هون مثلا اي بس اخذتها عدت رسمها بالبيت بالضبط يعني انه على الابعاد بدي هون هيك درست تماما. الالوان نفس الشيء يعني مثلا بدك تجرب اول مره درست الوان بطريقه معينه طلعت عملت رندر لا مثلا هذا اللون ما حلو بدك ترجع تعيد. فالموضوع لحتى نوصل نحن لهيك نتيجه ما عاد انه والله نحن ناقصنا معلومات. عرفتوا شو الفكره؟ يعني المعلومات كلها ضمن هالاطار بس شو موضوع صار هون انه وقت وفن ما اكثر من هيك. ومكتبات كمان يكون عندنا مكتبات لوحات كبيره مكتبات اكساءات وفرش. فهي الفكره. طبعا هاي اضاءه فيري احترافيه تعتبر اللي شايفينها هون.